إبعاد الإدارة عن التكفل بالمشاريع الاستثمارية هو نهج تعكف الحكومة على تجسيده للتخلص من البيروقراطية. هذا ما أكده الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال زيارة قادته إلى ولاية باتنا. ليس للإدارة صلاحيات لتتكفل هي بالمشاريع وتعمل المشاريع إلى غير ذلك، هذا عهد فات. الآن المؤسسة سواء كانت وطنية، لا ما نفرقش بين الخاص والعام، المؤسسة الوطنية والمستثمرين هم الذين يأخذوا على عاتقهم تطوير هذه الصناعة. الصناعة التحويلية مجال سيحظى بإمكانيات وتسهيلات لتطويره. هذا المجال حظي باهتمام خاص في برنامج رئيس الجمهورية. هذه الصناعة التحويلية هي من برنامج سيد رئيس الجمهورية، يعني إعطاء كل الإمكانيات والتسهيلات لتطوير هذه الصناعة التحويلية في كل المجالات. وانت اخترت مجال مهم جدا، لأنه أولا عنده علاقة بالبيئة، واثنين عنده إمكانيات لتصدير. إبعاد العرقلة الإدارية للمشاريع وتطوير الصناعات التحويلية في شتى المجالات أهداف تعمل الدولة على تجسيدها لتشجيع واستقطاب المستثمرين الخواص.